اليوم اليسار في بلادنا تهو تعاني من الشتات والبلقنة. اليسار على المستوى العربي كذلك تراجع. في بلادنا اليسار خصو واحد وقفة. هاد الوقفة ديالو أولا خصو يعمل واحد تقييم نقدي. اليسار سواء اليسار الذي شارك في التجربة ديال التناوب التوافقي ولا اليسار الذي لم يشارك. اليسار الجذري، اليسار بكل أشكاله، ويشوف ويجاوب على سؤال ماذا يعني أن تكون يساريا اليوم في المغرب. خاص هذا اليسار خصو واحد كثير ديال التواضع. هذا اليسار خصو أنه بالإضافة للنقد ديال التجربة ديالو يحاول يستوعب يعني هذا النهوض ديال اليسار الجنيني اللي كاين هنا وهناك في العالم، ويشوف هو يعني النموذج اللي يمكن له يختاره. اليسار أنا كنقول بأنه الذي يضعف اليسار ويوجه اليوم ضربات قوية لليسار هو اليسار بذاته. يعني احنا ما متحنينش بيناتنا وما كاينش داك التضامن والأخوة اللازمة. يعني يمكن نقول لكم بأنه احنا واخا رفاق وكاين المحبة وكذا، كتلقى أنه احنا كنقوموا بحملة انتخابية، الآخر اللي بغى يدير الحملة ديال المقاطعة ما كيجي غير الدائرة فين كاين أنا، عاد غتجي المقاطعة وسير قاطع مع هذوك اللي مفلسين ما عندهم لا مشروع لا والو. فوالا يعني وكاين يعني حتى داخل الاحزاب اليساريه اللي هي كتسعى باش تحافظ على الديمقراطيه الداخليه، كتلقى بان كاين غير القيادات، ما كاينش القواعد، كل واحد قائد في جهته. اذا كاين شي شويه ديال التصلب بعض المرات في المواقف، وكاين حتى في الثقافه ديال اليسار كيوقف بخصوص على نقاط الضعف، ما كيوقفش على نقاط القوه، وكيوقف على الاختلالات، ما كيوقفش على النجاحات. وهذا الشيء يمكن ليه حتى بعض المرات يدمر بعض النخب اليساريه اللي كتكون ناجحه ومبادره، ما عمرها ما تسمع شي كلمه الخير، ما غاديش تسمعها. وهذا الشيء ما يمكنش، لانه الانسان بطبعه والمجموعات بطبعها خاصها تقول بعدا درنا هذه مزيانه وهذه ما مزياناش. اذا اليوم اليسار محتاج الى وقفه تامليه، محتاج الى انه يعاود يتصالح مع مساله سميتها نكران الذات، وانه يشتغل للمشروع. وهنا انا فين كنقول لهم حنا دابا اليوم كحزب شراكي موحد بنينا وقدينا، حنا ما عندناش الكراسه، هالكرسي خذوا دابا الا كان شي اللي غادي يجلس فيه، وحنا ما بغيناش اللي يجلس، بغينا اللي يوقف. بالمناسبه بغينا مغرب واقف ومناضلين واقفين باش يمكن لهم يساهموا. هذا الشيء حنا كنبنيو فيه، ربما بطريقه الوتيره ديالها ضعيفه شي شويه. علاش؟ لاننا نتخوف، بغينا البناء ديالنا يكون صحيح ويكون قوي. اليوم واحد العدد ديال النخب جات صغيره وتزيد تشجعنا، كتقولنا بغينا نتوحدوا دابا. وهذا التوحيد خصو نشوفوا اش من وحده ونشوفوا المشروع اللي غادي نتوحدوا من اجله. حنا راه اجتهدنا فيه على مستوى الفيدراليه، واحد الاجتهاد لا باس به، خصو يستمر. وبغينا انه سمحوا لي اليوم اننا نمارس هذه الوحده قبل المأسسه ديالها، ونفتحوا على كل القوى اللي موجوده واللي يمكن لها غدا تشكل معنا ذاك الحزب الاشتراكي الكبير، او ديك القوه التقدميه القويه القادره على تغيير موازين القوى باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل اللي بغينا يحصل في بلادنا. اننا حنا خصنا نرجعوا لنفسنا، هذا هو الاول. ثانيا خصنا نجتهدوا. ثالثا الى اليوم نجحنا شيئا ما باش نرتبطوا من جديد بالمثقفون، خصنا نغرسوا مع المجتمع، والانغراس مع المجتمع خاص العمل عن قرب، خصنا نهبطوا عند الناس ونشتغلوا بادوات العصر. ولكن كيف كان كيشتغل دائما اليسار انه يسيد الانسان وكيرفع له من المعنويات ديالو من المواطنه ديالو. حنا ماشي تنتصدقوا على الناس باش يصوتوا علينا، خصنا نمشيو نقتسموا معاهم لا عندنا شي علم، نعاونوهم على القضايا ديالهم ولكن بشكل مجاني تطوعي. هذا الشيء اللي خص اليسار يديروه. هنا فين خاص نتحركوا واليسار عاوتاني يوقف ويقبط راسو، لانه الى اليوم يعني كنشوفوا بان حزب عداله والتنميه عندهم يعني مليار تقريبا ديال السنتيم غير التدبير السنوي. حنا شحال عندنا؟ شحال عندنا؟ ما عندناش بزاف. وهنا فين خاصنا عاوتاني الالتزام التنظيمي والعملي والمالي ديال جميع مناضلاتنا ومناضلينا، وخا تيساهموا ب 50 درهم ولا 100 درهم في السنه، راه نقطه نقطه باش يحمل الواد، لان عندنا مشروع مهم جدا وخصنا اللي يحملوا معنا. اليوم جاو الناس اللي يحملوا معنا، بغينا امكانيات ماديه اللي يمكن لها تعاوننا، وكنظن بانه غادي يزيد يبرد هذا الخيار الثالث في الوطن، لانه خيار لانقاذ البلاد وتمنيعها ضد الاخطار المحدقه بها، وخيار اللي غادي يجعل المغرب قادر على رفع الرهانات الكبيره اللي هي امامه ديال الديمقراطيه وديال التنميه وديال ايجاد حل نهائي سلمي سياسي للقضيه الوطنيه.